هو ساب الرئيس لحسن الثقات فتح البطن. يا هزيز سيدة ولد ولادة قيصرية قبل كده. ده عملت عملية زايدة. حصل انفجار في الزايدة بتاعتها. وعندها بتنطرح مهاجرة. الحاجات دي كلها بتؤدي لحدوث التصاقات بين قنوات الثلوب والمبيض والرحم. وبالتالي بتعوق حركة قنوات الثلوب وبالتالي بتعوق عملية ايه؟ الاخصاب وعملية الحمل. طب هل ممكن تحصل التصاقات لواحدة ست من غير ما تكون في تعب بطنها؟ وارد. بس لو هذه السيدة حصل لها التهابات متكررة في اول جوازها والتهابات دي ما اتعالجتش مظبوط. التهاب راح طالع من تحت طالع عن طريق الرحم وصل قنوات الثلوب من جوه واثر عليها. اشهر انواع التهابات دي ميكروب اسمه الكلاميديا. ده بيحصل ويجي من العلاقات الزوجيه بين الزوج والزوجه. وميكروب بيبقى بيطلع فوق بيأثر على وظيفه الانبوبه تماما. وبيأثر على الخلايا بتاعتها وبيأثر على الكلام برضه. من ضمن الحاجات الاخرى تركيب اللولب. اللولب ده بنحطه داخل الرحم بعد الست ولدت مره او مرتين. فحط اللولب جوه الرحم ده عشان يعوق عمليه ما يحصلش حمل. جت شالته بس مع اللولب ده حصل شويه التهابات. فالتهابات راح طالعه حوالين الانابيب. ما اهتمتش مثلا هي بالتهابات. بالظبط كده. فده يبقى اذا الالتصاقات عباره عن حاجات بتحصل بهذا الشكل. الالتصاقات بنقدر نحددها نعرف مسارها ازاي والكلام ده كله. الطبيعي خالص ان هذه السيده بتاخد محاوله للانجاب لو تقبضها منتظم شهرين ثلاث شهور اربع شهور. لو انا شكيت في حاجه زي كده الاختبار البدائي البسيط خالص ان نعمله حاجه اسمها اشعه بالصبغه. الاشعه بالصبغه توريني القنوات شكلها ايه؟ هل هي مفتوحه ولا لا؟ هل فيها انسداد ولا لا؟ والاتجاه بتاعها شكله ايه؟ لكن هذه الاشعه الصبغه دي بتشخص الالتصاق بنسبه 100%؟ هرد عليك اقول لك لا. بس لان الاشعه الصبغه دي اختبار قديم قوي من عشرينات القرن الماضي. كانوا بيحطوا الجهاز الضغط في السلسله من تحت وينفخوا الهواء ونحط بطنهم ودنهم على بطن الست يشوف الهواء يعدي جوه ولا لا. ده كان زمان كان حاجه بدائيه جدا. فلما طلعت ده حاجه بقت. لكن النهارده ما بيقولوش الداتا يعني الاختبار ده هو اختبار بيتعمل. لان رقم واحد يعني مجرد اشعه ما بتضرش كتير معايا حرج ازاي. الحاجه الثانيه التكلفه بتاعتها اقل بكتير. لكن اللي بيشخص الموضوع ده الصح هو المنظر البطني الجراحي. ان انا اخش ادخل واشوف الانبوبه شكلها ايه، اعمل اختبار الانبوبه واذا كان في التصاقات احاول اسلكها او احاول افكها. مع دكتور طارق الجندي حلمك هيبقى حقيقه.